السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الشرق القطرية منتخبنا يبدأ مشواره بمواجهة اليمنية اليوم، افتتاح راق. في الراية القطرية سانشيز لاعبون لديهم الطموح في الظهور بشكل متميز. في الوطن القطرية رئيس الاتحاد يطالب بالظهور المشرف. في العرب القطرية الشاعر الشمراني الفكرة طرحها لكبيسي وكتبت نصها في ساعتين. في الأنباء الكويتية حفل افتتاح أسطوري جمع أبناء الخليج. في الجريدة الكويتية بداية متعثرة للأزرق والقادم أفضل. في المدى العراقية الأسود يتربصون بالبحرين أملا في فوز ثمين. في المنتخب المغربي الرجاء البيضاوي فريق باع عالميته في المزاد. في لو باريزيان الفرنسية كافاني الام سي ان في حاجة الى نضج اكبر. في موندو ديبورتيفو الاسبانية مواجهة كلاسيكية في الكلاسيكو بين ميسي رونالدو. في ماركا الاسبانية الخليفي من الدوحة انتقال نيمار الى ريال مدريد مستحيل. في ديلي ميل البريطانية كلوب أتفاعل بطريقة غريبة في بعض المواقف. يوم جديد في خليج 23 مع أبرز التعليقات على حفل الافتتاح المبهر. وقفتنا طبعا ستكون مع موفدنا إلى أرض الحدث جاسم حسين، حلقة لن تغيب عنها أيضا عناوين عربية وعالمية أخرى تصدرت واجهات الصحف صباح اليوم. ابقوا معنا. من جديد نبدأ جولتنا على الصحافة القطرية من هذا الاهتمام الكبير بحفل افتتاح خليج 23 في وطن النهار. البداية من غلاف جريدة الشرق، نتابع. منتخبنا يبدأ مشواره بمواجهة اليمنية اليوم، افتتاح راق. وفي آخر الصفحة نقرأ أيضا جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد العماني، قطر لها الدور الأكبر في إقامة خليج 23. نواصل مع الشرق ونقرأ منها أيضا. بحضور أمير الكويت وستين ألف متفرج، افتتاحية مبهرة على أرض الصداقة والسلام. أوبريت نحن لها، يؤكد وحدة وتماسك البيت الخليجي. إلى آخر صفحات الشرق اليوم ومنها نتابع. جاسم الرميحي سعداء بإقامة أول بطولة خليجية تحت مظلة الاتحاد. نغلق الشرق ونفتح الراية ونبدأ بالغلاف. منتخبنا يواجه التحدي اليمني بثقة واحترام، والكويت تبهر في حفل الافتتاح، لا إفراط ولا تفريط يا العنابي. نقرأ المزيد عن استعدادات العنابي للمباراة من الراية أيضا وهذه الصفحة. منتخبنا يتطلع لانطلاقة مثالية لتعزيز طموح الدفاع عن اللقب الغالي. العنابي يبدأ التحدي بمواجهة اليمني. نستكمل جولتنا في الراية وعن العنابي أيضا. سانشيز يضع اللمسات الأخيرة على اختياراته الخططية والبشرية. العنابي تدرب على التعامل مع التكتل الدفاعي لليمن. اللمسة الواحدة والتحول سريعا للهجوم والتسديد شعار منتخبنا اليوم. ماذا قال مدرب العنابي عن لقاء اليوم؟ نتابع هذه الصفحة من نفس الجريدة.
الإسباني فيليكس سانشيز مدرب العنابي يؤكد قبل ضربة البداية: الالتزام بالتعليمات سلاحنا لتخطي العقبة الأولى. لاعبون لديهم الطموح والرغبة في الظهور بشكل متميز. المنتخب اليمني يلعب بلا ضغوط وجميعنا على قلب رجل واحد. من العنابي إلى اليمن، فماذا قال المدرب؟ نتابع من نفس الجريدة وهذه الصفحة. الإثيوبي إبراهام مدرب اليمن: جاهزون لكتابة تاريخ جديد لليمن. من الراية إلى الوطن ونقرأ منها: منتخبنا الوطني يؤدي ميرانه بالكويت بحماس وروح عالية، رئيس الاتحاد يطالب بالظهور المشرف. إلى صحيفة استاد الدوحة وهذه الأرقام، نتابعها من هذه الصفحة: تضم منتخبات اليمن والعراق والبحرين العنابي ومنتخبات المجموعة الثانية حبايب في كأس الخليج. الصحيفة أشارت إلى أن العنابي التقى مع منتخبات مجموعته 29 مرة، فكان متعادلا في حالات الفوز والخسارة والتعادل. هذه هي الأرقام. آخر الصحف القطرية اليوم ستكون العرب ونقرأ منها: رئيس الوفد الإعلامي العراقي: أستغرب انسحاب السعودية والإمارات من المؤتمر. نواصل مع العرب وهذا الحوار المميز مع الشاعر شهاب الشمراني صاحب كلمات الأغنية المهداة من قطر إلى الكويت. نتابع هذه الصفحة: شاعر الأغنية المهداة من الشعب القطري للكويت للعرب: الفكرة طرحها الكبيسي وكتبت نصها في ساعتين. نجومية فهد ساهمت في الانتشار الواسع للأغنية. الأغنية رسالة حب من الشعب القطري إلى شقيقه الكويتي، وتقول الأغنية: من قطر لأرض الكويت جينا والنية لقاكم، عن غلاكم لو حكيت والله ما نوفي غلاكم، من أخو روضة تميم لين أخو مريم صباح، صيتهم شامخ عظيم ومجدهم سيرة نجاح. آخر صفحات العرب نقرأ منها هذا المقال للكاتب علي عيسى الذي تناول حفل الافتتاح تحت هذا العنوان: إبهار بعد مجهود جبار. الكاتب تحدث عن حفل افتتاح خليج 23 مشيدا بالتنظيم الرائع. نتابع: الفرحة بالأمس كانت مختلفة، وكانت حدثا نوعيا ساهم بالصورة الجميلة التي ظهر بها الحفل. ففي أول مباراة رسمية للأزرق الكويتي بعد رفع الإيقاف عنه بعد فترة طويلة، وفي افتتاح خليج 23 وبحضور أمير البلاد الذي وصل إلى الملعب وطاف حوله أبناء شعبه الذين بادلوه التحية والحب في لقطات معبرة تؤكد التلاحم الكبير والحب المتبادل بين القيادة والشعب في الكويت، وبحفل مبسط جميل يحمل العديد من المعاني إلى قادة الدول قبل شعوبها بأن الترابط يبقى بيننا متجذرا وإن وجدت الخلافات، وهذا ما كان يعنيه الإخوان في اللجنة المنظمة، وبالأوبريت الجميل بعنوان خليجي للأبد ما يؤكد حرص وحكمة أمير الإنسانية الشيخ صباح بلسم جروح المنطقة. إلى الكويت ونرصد أبرز ما كتبته الصحافة الكويتية عن افتتاح خليج 23 بالأمس، والبداية مع صحيفة الأنباء. نتابع: المؤثرات الصوتية والألعاب النارية أبهرت الحضور، حفل افتتاح أسطوري جمع أبناء الخليج. ومن نفس الصفحة أيضا نقرأ: فنانو الكويت صدحوا بأوبريت نحن لها. نبقى مع الأنباء الكويتية ونتابع من صفحة أخرى: وزير الشباب استذكر جاسم الكويت وماجد السعودية ومنصور قطر وعدنان الإمارات وحمود البحرين وحبسي عمان وحسين سعيد العراق وعلي النون اليمن. الرضان خليجي عمرنا وقصتنا عبر عقود. في كلمته خلال حفل الافتتاح قال خالد الرضان وزير التجارة ووزير الشباب ونائب رئيس اللجنة المنظمة: إن هذا التجمع يجسد روابط الأخوة والتنافس الشريف عبر التاريخ الكبير، مضيفا أن بطولة الخليج هي العمر الذي كبرنا معه والقصة التي لازمتنا لعقود طويلة.
نترك الأنباء ونذهب إلى صحيفة الجريدة ومنها نقرأ. الكرة الكويتية تعود بعرس خليجي، الأمير يعلن انطلاق الكأس 23 وسط حضور رسمي وجماهيري حاشد. من صفحة داخلية لصحيفة الجريدة أيضا نقرأ. بداية متعثرة للأزرق والقادم أفضل، خسر أمام الأخضر بهدفين لهدف افتتاح خليجي 23. ونقرأ أيضا بنياك لم نفقد الأمل في التأهل. إلى عمان ومن صحيفة الوطن نقرأ ماذا كتبت عن خسارة الأحمر العماني. متابع صحيفة الوطن. منتخبنا الوطني يخسر ضربة البداية أمام الإمارات بهدف نظيف. إلى العراق ومن صحيفة المدى نقرأ سويا. الأسود يتربصون بالبحرين أملا في فوز ثمين. إذن يخوض أسود الرافدين مباراتهم الأولى اليوم أمام البحرين في خليج 23 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا قطر واليمن. من نفس الصفحة نتابع هذا المقال الذي جاء تحت هذا العنوان حروب الكويتيين وتحليل السفاح. إياد الصالحي الكاتب في الصحيفة تحدث في مقاله عن عدة أمور وبدأ بتضافر جهود الكويتيين من أجل إنجاح الحدث الخليجي وتركوا الحروب الشخصية الطاحنة التي كانت مستعرة قبل شهر بسبب تضارب المواقف حول أزمة القانون الرياضي الكويتي. كما تناول الكاتب الأزمة الأولى في خليج 23 بانسحاب وفود بعض المنتخبات من المؤتمرات الصحفية. نتابع ماذا قال الكاتب في السطور التالية. أي فأل هذا سبق انطلاق دورة خليج 23 بإعلان وفدي السعودية والإمارات الانسحاب من المؤتمر الصحفي بذريعة عدم الرغبة في الحديث أمام بعض وسائل الإعلام التي تمثل دولة قطر. إنها إهانة صريحة للإعلام الرياضي الذي لا تعنيه الأزمة الخليجية. لم يحضر للمؤتمر لإثارة قضايا سياسية، بل جاء متحملا مصاعب عدة وأنفق الأموال الباهظة من أجل تغطية الدورة وتقصي حقائقها الفنية التي تغني رسائله بحصاد مهني عادل لجميع المنتخبات. أما الاحتجاج الذي تظاهر به الوفدان المذكوران فلا مكان له في الرياضة، ومعذرة تصرفهما يعبر عن عدم الاحترام لرجال الإعلام. والاتحاد الخليجي لكرة القدم مطالب عبر لجنته الإعلامية بالتنبيه عن ذلك مستقبلا. وللاطلاع على آخر أجواء بطولة خليج 23 ننتقل إلى موفدنا في الكويت وتحديدا في فندق كراون بلازا جاسم حسين. جاسم صباح الخير. جاسم بداية لاحظنا كل مشاهدي قنوات الكاس ومتابعين جرايد. هلا فيك جاسم. جاسم بالبداية يعني لاحظنا الصحف القطرية والخليجية عموما اليوم كيف أجمعت على نجاح تحدي حفل الافتتاح بالأمس. ماذا لديك اليوم عن هذا الموضوع إضافة طبعا إلى مباراة الافتتاح ومباراة العناب اليوم؟ نعم، افتتح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رئيس دولة الكويت أمير البلاد هنا في دولة الكويت الشقيقة بالأمس حفل افتتاح مبسط ومبهر حقيقة. كان في عدة رسائل أكيد تناولتوها في جرائد تخص اللحمة الخليجية بشكل رئيسي، دخوله إلى أرضية الملعب بهذه الطريقة ومن خلفه الفرسان يحملون أعلام دول مجلس التعاون الخليجي، كان له رسائل عدة في لم الشمل الخليجي بشكل كبير. أيضا أوبريت الغنائي حمل عنوان خليجي للأبد، عناوين كثيرة، رسائل كثيرة في هذا الحفل المبهر اللي شفناه بالأمس. راح نتحدث عنه بشكل مفصل مع علي عيسى رئيس القسم الرياضي بجهة العرب القطرية. أبو عيسى يعطيك الصحة والعافية. أبرز ما دونته أمس في هذا الحفل الخاص بدورة الخليج 23، حفل سيبقى في الذاكرة لفترة طويلة. في البداية أصبح عليك وعلى أختي نيرمان وعلى السادة المشاهدين. بلا شك الأمس الحفل كان حفل جميل، حفل مبسط مثل ما ذكرت، حمل العديد من الرسائل. لما احنا نشوف الحضور الكبير اللي كان موجود تقدمهم سمو الأمير الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح حكيم العرب وبلسم جروح هذه المنطقة حقيقة، وبالأمس
كان فيه العديد من الأمور، والحدث كان تاريخي بمعنى الكلمة. أنت تتكلم عن عودة الكرة الكويتية بعد غياب موي غارب 1000 يوم، عودة اللحمة الخليجية الكبيرة اللي كانت موجودة واللي إحنا كنا ننتظرها من تقريبا 7 شهور، الكل ينتظر مثل هذه اللحمة اللي إحنا نشوفها موجودة، الحفل الكبير، الحفل المبسط والمبهر حقيقة اللي إحنا شفناه، والرسائل العديدة اللي موجودة أن إحنا فعلا خليجنا للأبد باقي مش بالدول الست، باقي بالدول الثمان المطلة كلها على الخليج، ولكن حمل العديد من الرسائل، الجمهور الكبير اللي كان موجود والتفاعل مع كل أغاني الدول الخليجية، وليس فقط مع أغاني دولة الكويت أو دولة على دولة، ولكن الجمهور أمس كان موجود. الحدث كان فعلا جميل، الحدث كان فعلا مهيب بمعنى الكلمة. حضور الشيخ صباح مثل ما ذكرت، دخول على الملعب وأنه يطوف على الملعب بهذه الطريقة المبتكرة اللي تصير يمكن لأول مرة احنا نشوفها بالخليج، وهو يلوح لشعبه وشعبه يبادلونه تلويح، وهم يبادلونه محبا بحب حقيقة يبادل شعبه هو وشعبه، وهذا ما احنا ما تعودنا دائما على دولة الكويت، ما تعودنا من حكيم المنطقة سمو الشيخ صباح اللي دائما احنا نشوف انه هو يحاب انه يجمع الكل، كلهم تحت ظل هذا الخليج العربي، ودائما ستبقى الكويت ان شاء الله ارض للصداقه والسلام. يعني صحيح الرياضه تصلح ما تفسده السياسه في احيان كثيره. اكيد في احيان كثيره طبعا، لما احنا نجي نتكلم في فتره من الفترات في بان الحرب العراقيه الايرانيه، وبعد ما انتهاها وبعد كل الظروف اللي كانت موجوده بين ايران وبين العراق، قدر الشهيد احمد فهد الاحمد الله يرحمه انه يجمعهم في اول مره يجتمعون ويلعبون مع بعض ويعزف نشيدهم الوطني بحضورهم في هذا المكان. انا امس حقيقه يمكن شدتني احدى تغريدات الاخ خالد النعمه لما قال لاول مره، يعني او ما حد كان متوقع انه في يوم من الايام الكل يتغنى بالعراق ويمدحون العراق في الكويت وبحضور أمير الكويت. فهذا شيء كانت رسالة حب، رسالة أن إحنا خلاص، رسالة تضحية، رسالة أن يجب أن نتناسى في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان نتناسى أمورنا السياسية، نتناسى جراحنا عشان إحنا نرتقي بهذه الأمة، وإحنا نتكلم عن الأمة العربية والأمة الإسلامية وبشكل أصغر مجتمعنا الخليجي وخليجنا هذا. فإحنا نتمنى إن شاء الله أن الرياضة تصلح ما أفسدت السياسة، وأن إن شاء الله لما يكون في لا خلافات سياسيه وتبقى اللحمه هذه على جميع الاصعده. نجاح في التنظيم امس اللي ركزنا عليه في فتره وجيزه، وهذا يحسب لاشقاء في الكويت. بلا شك يحسب، لان احنا نجي نتكلم عن 10 ايام، واحنا يمكن لو شفنا كل التصريحات الكويتيين قبل ايام ان احنا سامحونا احنا بنقدم البطوله في 10 ايام، بنقدم حفل افتتاح في 10 ايام، ولكن ما احنا شفناه وكانه تجهيز من 10 شهور مش من 10 ايام. الفترة الوجيزة هذه بطلب من صاحب السمو الشيخ جابر الصباح وأن صباح الأحمد، وأنهم يقدمون هذا الحفل الجميل، الحفل المبسط، ولكن اللحمة اللي كانت موجودة والحضور المهيب الجماهيري يبين لك أنه، وإحنا ما نتكلم فقط عن افتتاح، حقيقة اللجان المنظمة وأنت أخوي جاسم موجود، كل اللجان المنظمة تبذل كل شيء لأن شان تسعد كل الشعوب الخليجية. نتكلم على مباراة العنابي اليوم، مباراة الافتتاحية أمام اليمن، حظوظ العناب في هذه المباراة. والله شوف، احنا لما نتكلم عن المنتخب القطري حقيقة احنا نتكلم عن حامل اللقب، احنا نتكلم عن منتخب جاي يدافع عن لقبه، وان شاء الله ان الادعم قادر انه يدافع عن اللقب. المنتخب القطري التجديد الكبير في الدماء الموجودة، ولكن احنا ما نقول تجديد بشكل عام، ولكن في نهاية الامر هذين اللاعبين منتخب شباب ولاعبين منتخب اولمبي، وحاليا نشوفهم في المنتخب الاول ومعظمهم يلعبون مع انديتهم في الدوري مع بعض عناصر الخبرة الموجودة في الفريق. المنتخب ان شاء الله قادر على انه يحقق النتائج الإيجابية. احنا ما نبي نتكلم بشكل سريع عن اللقب والدفاع عن لقبه، لا، احنا نتكلم عن اول مباراة اليمن، بعد نتكلم عن المباراة الثانية، بعد الدور الاول. المنتخب اليمني مش منتخب بسيط، دائما احنا في كل الفترات وكل المباريات اللي لعبنا مع منتخب اليمني في كاس الخليج يمكن افضل نتيجة لنا كانت 2-0، ودائما ينفوز عليهم 1-0، وانتخاب رجال لعوزونا في السعودية ولعوزونا في عمان ولعوزونا في الإمارات، فدائما المنتخب تعادلنا وياهم في آخر دور. صحيح، دائما نلعب معاهم يعني ونواجه صعوبة. المنتخب اليمني جاي بجراح كبيرة، جاي انه حاول انه يسعد الشعب هذا المجروح، ولكن ان شاء الله المنتخب القطري قادر على انه يحقق الأهم ويبدأ في حملة الدفاع عن لقبه. في ضغط كبير من جرائدنا المحلية، لازم نفوز في المباراة الأولى. والله شوف، نتمنى احنا شكل ضغط على لعيبتنا هذه، ان شاء الله ما يشكل ضغط يعني، واتمنى انا يعني واتمنى من اعلامنا ايضا، وانا واحد منهم اكيد، ان احنا بعد
ما نضغط كثير على العنابي، لان في نهايه الامر كلهم لعيبه شباب، وعندنا الاهم من مش اهم من هذه البطوله، ولكن احنا عندنا قاعد مثل ما ذكر سعاده الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ان هذا المنتخب هو تجهيز لمنتخب 2022. المنتخب ايضا يمكن مقبل على كاس اسيا تحت 23 سنه، ولكن ما يعني ان احنا ندخل هذه البطوله ببرخاء اكثر، ولكن ان شاء الله المنتخب قادر. الضغط الموجود لما انت تتكلم عن اليمن، لان انت اذا قدرت تنتصر في اول مباراه بعيدا عن اسم اليمن، يعني احنا نتكلم عن اول مباراه مع كامل احترامنا للمنتخب اليمني وكل المنتخبات الباقيه، المنتخب ان شاء الله اذا فاز راح يعطي نفسه اريحيه اكثر عشان للمباريات الثانيه، لان انت ما تبغي تدخل في الضغط اللي احنا كنا ندخله في كل البطولات الماضيه، نجي تلعب المباراه الاخيره تنظر للنتائج الثانيه، وايضا تدخل انت بضغط انه لازم تحقق النتيجه تاهلك للدور الثاني. برجع للمجموعه الاولى بشكل سريع، ماذا عن فوز الأخضر أمس وخسارة الأزرق وأيضا فوز المنتخب الإماراتي، وضع المجموعة بشكل عام؟ والله شوف، يمكن الكل أمس خاصة في المباراة الأولى بين الكويت والسعودية، المنتخبين كانوا غامضين تقريبا حق كل المتابعين وكل المراقبين، لأن المنتخب السعودي تقريبا جاي بالصف الثاني واللي راحت المنتخب الفريق الأول، وهذا هم صرحوا فيه. المنتخب الكويتي جاي بعد إيقاف تقريبا سنتين، فالفريقين كانوا تقريبا غامضين، ولكن قدموا مباراة جميلة تليق بالافتتاح. المنتخب الكويتي كان في فترات كثيرة هو الأفضل، ولكن بان عليهم عدم التفاهم وعدم الانسجام اللي موجود عندهم. المباراة الثانية حقيقة يمكن ما حد توقع أن المنتخب الإماراتي بالأسامي الكبيرة اللي موجود عنده يظهر بهذه الصورة. المنتخب العماني رغم الخسارة قدم مباراة كبيرة ومباراة ومستوى فني رائع، رغم بعض الأخطاء التحكيمية اللي كانت موجودة، ولكن المجموعة الأولى راح تكون مفتوحة على جميع الأصدقاء. المجموعة الأولى راح تكون فيها تنافس أكثر من المجموعة الثانية توقعاتي. علي عيسى، شكرا جزيلا. شكرا أخوي جاسم. إذن مثل ما قال أبو عيسى، مباراة أكيد مهمة اليوم للعنابي، افتتاح مباراة افتتاحية له في دورة الخليج 23. إذا فاز اليوم بيفتح الطريق أمامه لمواصلة المشوار والحفاظ على اللقب. عودة لك نريمان. شكرا لك جاسم، يعطيك العافية. كنت معنا من الكويت، موفدنا إلى الكويت في خليج 23، وشكرا لضيفك أيضا. مشاهدينا، نختم جولتنا العربية مع هذا التقرير من صحيفة المنتخب، ونتابع. الرجاء البيضاوي فريق باع عالميته في المزاد. التقرير تناول الحالة التي وصل إليها فريق الرجاء البيضاوي المغربي وصيف مونديال الأندية سابقا، كما تناول التقرير الأزمة التي يعاني منها النادي الذي باع عالميته في المزاد كما قالت الصحيفة. نبدأ جولتنا العالمية بالصحافة الفرنسية. صحيفة لو باريزيان كشفت عن قضية تتعلق بالأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، وقالت في العنوان: القضاء الفرنسي يتخلى عن الاتهامات الموجهة لأنخيل دي ماريا في قضية التهرب الضريبي، استنادا إلى أخبار موقع ليكس فوتبول. قالت الصحيفة الفرنسية إن القضاء الفرنسي أسقط الملاحقات ضد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب البي اس جي. دي ماريا كان محل رصد بشأن تهرب ضريبي يعود إلى العامين الماضيين. نبقى في فرنسا ومع نفس الصحيفة، حيث أطلق أدنسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان تصريحات بشأن مثلث هجوم النادي الباريسي الذي يطلق عليه لقب الـMCN. كافاني الـMCN في حاجة إلى نضج أكبر. توقفت الصحيفة في مقابلتها مع كافاني حول ثلاثي خط الهجوم الذي يطلق عليه لقب الـMCN على غرار الـMSN الكتالوني. كافاني قال إن الماكينة تعمل بشكل جيد حتى الآن، لكن سقف الطموحات كبير لكي يحقق الثلاثي المزيد من الإنجازات، وهذا يحتاج إلى نضج أكبر. يشير كافاني إلى أن هذا النضج يكتمل بكسب كيليان مبابي المزيد من الخبرة. نذهب إلى إسبانيا وصحيفة ماركا، حيث أبرزت تصريحات ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان التي أطلقها من الدوحة على مواقع التواصل الاجتماعي حين وصف انتقال نيمار إلى ريال مدريد بالمستحيل. نتابع هذه الصفحة. الخليفي: انتقال نيمار إلى ريال مدريد مستحيل. ماركا نسبت إلى الخليفي قوله: هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تعد كونها مجرد شائعات، ولا أمل في انتقال نيمار إلى الريال، بل أقول مستحيلا يحصل ذلك، على حد قول الخليفي طبعا. في
في إسبانيا أيضا من الطبيعي أن يكون كلاسيكو الأرض متصدرا لجميع الصحف الإسبانية. في صحيفة الموندو ديبورتيفو نقرأ عمودا للكاتب الإسباني خافير مينوز الذي سلط الضوء على المواجهة بين رونالدو وميسي تحت هذا العنوان: مواجهة كلاسيكية في الكلاسيكو بين ميسي رونالدو. ختام جولتنا العالمية من إنجلترا، حيث استقطبت المباراة المجنونة بين أرسنال وليفربول اهتمامات الصحف الصادرة اليوم. الديلي ميل أبرزت اعتذار يورغن كلوب مدرب ليفربول عما بدر منه بعد هدف التعادل عندما ألقى بزجاجات المياه المعدنية في الملعب. نتابع. كلوب اعتذر، أتفاعل بطريقة غريبة في بعض المواقف. المدرب قال إن الحركة لا شعورية، وأضاف: أعتذر لجماهير ومحبي أرسنال عن هذا التصرف، لقد كان لا شعوريا. الصحيفة أيضا قالت إن كلوب قد يتعرض لعقوبة لخروجه عن النص. نلتقيكم غدا، دمتم في رعاية الله.